اهلا بيكم. دلوقتي احنا هنتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر والشام. الحملة دي كانت من 1798 ميلادي ل 1801 ميلادي. لازم نعرف حاجات معينة واحنا بنتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر. طبعا دي بداية التاريخ الحديث لمصر. أول حاجة لازم نعرف إيه هي الظروف اللي سبقت الحملة الفرنسية على مصر. تاني حاجة لازم نعرف إيه اللي حصل في وصول الحملة الفرنسية على مصر، اللي هي وصلت في يوليو 1798. ولازم نعرف بعد كده نمرة ثلاثة إيه أثر الوجود الفرنسي في مصر، اللي هي برضو في من 1798 ل 1801. يبقى كده في 3 حاجات زي ما قلنا: الظروف اللي سبقت الحملة الفرنسية على مصر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، وصول الحملة الفرنسية على مصر. تالت حاجة، أثر الوجود الفرنسي في مصر. طيب لازم نشوف أول حاجة إيه الظروف. أول حاجة اللي إحنا هنتكلم عنها اللي هي الهدف نمرة واحد، الظروف اللي سبقت الحملة الفرنسية على مصر. إيه هي الظروف؟ إيه هي الظروف دي؟ أول ما بيجي يعني أي مثلا ما بتحصل أي حرب أو أي حملة بيبقى ليها ظروف أو أهداف، في منها المباشر وفي منها غير المباشر. إحنا بقى عايزين نشوف إيه الظروف اللي سبقت الحملة الفرنسية على مصر. أول حاجة لازم نعرفها، هل فرنسا لما جت إن هي تفكر في إن هي تعمل حملة على مصر، هل دي كانت المرة الأولى اللي هي تفكر فيها في كده، ولا كان في مرات قبل كده في العصر الحديث؟ طيب ده أولا. ثانيا، إيه هي العوامل اللي ادت الى قدوم ان فرنسا تفكر ان هي تبعت حمله لمصر، وش معنى مصر بالذات؟ بعد كده ايه كانت هي احوال المجتمع الفرنسي والمجتمع المصري على السواء، سواء الاحوال الاقتصاديه او الاجتماعيه او السياسيه. يبقى لازم نعرف في الظروف اللي سبقت الحمله الفرنسيه على مصر، لازم نعرف ايه هي الملابسات اللي أدت للحملة دي. هي هل أول حاجة دي كانت أول محاولة لفرنسا، ولا كان في محاولات قبل كده؟ تاني حاجة، إيه هي العوامل اللي أدت إلى قدوم الحملة الفرنسية على مصر، اشمعنى مصر بالذات؟ وإيه كانت هي أحوال المجتمع الفرنسي والمصري، بس طبعا هيهمنا في الأكتر المجتمع المصري، سواء قبله يعني قبل ما الحملة تيجي مصر، ايه هي احوال المجتمع المصري سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية. طيب هنمسك اول حاجة، محاولات فرنسا في الاستيلاء على مصر في العصر الحديث. احنا طبعا كل ده بنتكلم عن العصر الحديث. هل كانت اول مرة او اول محاولة؟ الفكرة كانت من ايام لويس الرابع عشر، من 1672 ل 1714. كان ايه هدف الكلام ده؟ اهم حاجة كان ان هم عايزين يضربوا التجارة الهولندية في الهند، مش الهولندية بس، لا في الوقت ده. دي حتة كده يعني بره المنهج شوية. كان ساعتها العالم مقسم لدول استعمارية هي اللي بتقسم العالم على مزاجها، وكان فيه لسه في عالم جديد كان لسه مكتشف اسمه الأمريكتين، وكان فيه تسابق استعماري بين دول معينة، هم دول كانوا الدول الأقوياء في الوقت ده. كانوا إيه بقى؟ كانوا أسبانيا، كانوا البرتغال، كانوا إنجلترا، كانوا فرنسا، كانوا هولندا وألمانيا. فطبعا اي مستعمر لما بيفكر ان هو يشوف مصلحته هو ايه،
وفي نفس الوقت يضر بمصالح الايه المستعمرين التانيين، عشان هو يبقى هو ايه هو الكسبان. كويس. طيب ده اول حاجه. الفكره الاستيلاء على مصر كان من ايام عهد لويس الرابع عشر. ليه؟ علشان موضوع ضرب التجاره للدول المستعمرين التانيين، سواء كانت هولنديه، سواء كانت اسبانيه، سواء كانت برتغاليه، سواء كانت انجليزيه. وهنشوف بعد كده ان الصراع بعد كده هينحصر، هيبقى بين فرنسا وانجلترا، هما الاثنين دول اللي هيكونوا اقوى دول استعماريه في الوقت ده هو. طيب وقفنا عند كده؟ لا، الفكره اتجددت سنه 1769. امتى بقى؟ ايام حكم لويس الخامس عشر. بس بقى عم لويس ده يعني ايه فكر ان هو ياخد ايه بالطرق السلميه، ما يبعتش لا حمله ولا وجع دماغ ولا الكلام ده كله. لا، قال لك ايه، هيجي كده زي الشاطر يطلب من الدوله العثمانيه ان هي تتنازل ايه عن مصر، يعني مجرد مصالح ما بين الاثنين. ادي كده مرتين. طيب وقفنا عند كده؟ لا، في مره ثالثه اللي هي ايام لويس السادس عشر، اللي هي كان قبيل او قبل ما تقوم الثوره الفرنسيه. لويس السادس عشر ده برضو كان عايز يبعت حمله عسكريه عشان يستولي على مصر. ليه بقى؟ علشان يسهل التجاره مع شرق اسيا، عشان موضوع تجاره التوابل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وكان دي طبعا تجارة مربحة للغاية. يعني كان في الوقت ده هو ده يعني ايه الحاجة اللي بيفكر فيها اي مستعمر، موضوع تجارة التوابل وتجارة الاخشاب ويعني الكلام ده كله يعني. فكان اهم حاجة ان فرنسا عايزة يبقى ليها تجارة مع شرق اسيا اللي هي فيها التوابل دهيت، وعن طريق مصر بدل من الدوران حول افريقيا او حول طريق راس الرجاء الصالح. ليه بقى؟ ليه راس الرجاء الصالح؟ اولا هو طريق طويل، ثانيا الظواهر المناخيه فيه مختلفه، يعني بيحصل فيه زوابع كتير ففي سفن كتيره بتغرق، ثالثا في قرصنه يعني مش امن، رابعا كان الاسطول الانجليزي كان مسيطر على جزء منه فكده ما بقاش آمن، خلاف واحنا قلنا طول المسافة عشان تلف اللفة دي هي وتوصل لغرب أفريقيا أو تدور حوالين أفريقيا. طيب آخر محاولة بقى كان بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789، اللي هي وقت قيام الثورة الفرنسية. كان إيه بقى؟ كانوا بيفكروا، علشان طبعا المماليك في الوقت ده كان قبل ما الدولة، يعني كان المماليك في الوقت ده كانوا مسيطرين على مصر، تمام، وهم يعتبر اللي كانوا الحاكمين الفعليين. كانت الدولة العثمانية يعني يعتبر هي اسميا هي اللي ماسكة مصر او المسيطرة على مصر، لكن فعليا كان المماليك هم اللي بيديروا شؤون البلاد. فطبعا كانوا المماليك دول ناس جشعين طبعا، فكانوا بيتحكموا في طرق التجارة وبيسيطروا عليها، فعلشان كده فرنسا كانت عايزة تقفل عليهم الباب ده هوت. ده حاجة، بالإضافة إن هي تهدد إنجلترا اللي هي بقى هتبقى منافستها القوية قوي، تهددها إن هي مش تهددها وبس، ده تهدد التجارة كمان بتاعتها وتهدد مستعمراتها اللي هي ايه في الهند. دي كانت اهم حاجة، وتبني ليها مستعمرة يبقى ليها مستعمرة في ايه في الشرق او في مصر بالتحديد يعني. طيب كده فهمنا حاجة. يبقى زي ما قلنا اول حاجة كان ايام لويس الرابع عشر، وبعد كده كان لويس الخامس عشر، وبعد كده لويس السادس عشر، وبعد كده آخر محاولة اللي هي رابع مرة اللي هي بعد أيام الثورة الفرنسية. طيب الثورة الفرنسية قامت سنة 1789، وطبعا دي كانت ثورة جديدة من نوعها، لأن في الوقت ده كانت الملكية بتغلب على بلاد العالم كلها. يعني تلاقي في كل بلاد العالم ما كانش في حاجه اسمها جمهوريه ولا الكلام ده كله، كان
كل بلاد العالم كان كلها يعني ايه اللي بيحكمها ملوك، والنظام الاقطاعي والكلام ده كله يعني. فطبعا ان يقوم فيها ثورة، وطبعا اللي قامت بالثورة الفرنسية دي كانت تحالف ما بين الطبقة الوسطى مع الطبقة العامة. طبعا دي حاجة جديدة يعني، ايه دول يعني في الوقت ده، يقول لك ايه مين دول، الطبقة الوسطى ولا الطبقة العامة؟ لان طبعا كان طبقة النبلاء في الوقت ده والاقطاعيين وكده هم دول اللي ليهم التحكم وليهم السلطة وليهم ان هم يقولوا اه او يقولوا لا. مين يعني الطبقة الوسطى دي ولا مين الطبقة العامة دي؟ لا لا، دول يعني ما الواحد ما يفكرش فيهم يعني. كان من نتائج الكلام ده كله يعني، كان من نتائج قيام الثورة الفرنسية القضاء على النظام الملكي في فرنسا، وإقامة جمهورية، وإعدام لويس السادس عشر. طيب وبعدين، طب وباقي الدول لما هتشوف كده هو هتسكت؟ طب ما انت كده الأفكار الثورية دي ممكن تهدد العروش بتاعتها، وهو ده اللي هم خافوا يلقوا منه. فملوك اوروبا كلهم اتحالفوا علشان ايه؟ علشان فرنسا دي يعلموها الادب، ازاي تقوم بثوره، وازاي ان هي يعني الفكر الثوري ده اللي هيهدد عروش الناس دي هيروحوا فين بعد كده. فشنوا مجموعه حروب على فرنسا. ليه بقى؟ اولا دي اسمها ايه يعني، حروب بقاء يعني، عشان النظام ده يبقى فدي اللي كان لازم يبقى فيه حروب علشان النظام ده يبقى. هما بيفكروا بقى في ايه؟ اولا، اول حاجة اعادة الملكية لفرنسا، دي نمرة واحد. اتنين، القضاء على الثورة الفرنسية ومنع تسرب الفكر الثوري للبلاد بتاعتهم يعني. منع ان الفكر الثوري يتسرب ليهم علشان ما يحصلش اللي حصل في فرنسا. عايزينكم بقى ايه، كوباية قرفة كده اهوت، اتفضلوا معايا. طيب ايه هي العوامل اللي ادت لقدوم الحملة الفرنسية على مصر؟ اشمعنى مصر بالذات؟ طيب زي ما احنا قلنا، التنافس الاستعماري اللي ما بين يعني عموما اللي بدأ الدول الاستعمارية اللي احنا ذكرناها، بس كان بالذات انجلترا وفرنسا اللي هو كان بدايته في القرن ال17 الميلادي واستمر طول القرن ال18. يبقى اول حاجة التنافس الاستعماري اللي كان بين انجلترا وفرنسا. طيب اتنين، الثورة الفرنسية وتحالف ملوك اوروبا ضد فرنسا، وكان زي ما احنا برضو قلنا بالذات كان انجلترا هي اللي جمعت شمل الدول دي كلها عشان يبقوا ايه على فرنسا، وشنت الدول الأوروبية عدة حروب اسمها الحروب النابليونية نسبة لنابليون بونابرت اللي هو كان قائد الجيوش الفرنسية في الوقت ده، وهو انتصر عليهم كلهم يعني. دي كده نمرة اتنين. رغبة فرنسا في إن هي توجه ضربة عسكرية تعلم بيها إنجلترا الأدب في عقر دارها، بس مش هينفع. ليه؟ انجلترا دي جزيرة، والاسطول بتاع انجلترا بيحاوط الجزيرة دي من كل الجهات، والاسطول الانجليزي كان معروف عنه في الوقت ده ان هو كان قوي، ما يعني ما كانش فيه اي اسطول يقدر يضاهيه. حتى كانوا بيسموا انجلترا في الوقت ده يعني ايه، امبراطورية ملكة البحار يعني، هي كانت ملكة البحار كلها يعني، لان اسطولها كان قوي. لان في الوقت ده برضو، دي برضو حتة بره المنهج يعني، انجلترا كان معروف زمان ان هو كان بيعملوا سفن حربية كبيرة وتقيلة، ويعني المناورة فيها بتبقى صعبة. الاسطول الانجليزي بقى كان كل السفن بتاعته بتبقى سفن متوسطة الحجم وسريعة المناورة، فكان بأي معركة بيخشها الاسطول الانجليزي يقدر ان هو يحسمها ويدمر السفن اللي قدامه كلها. طيب فطبعا معنى كده هوت، عشان ما نهربش بره الموضوع تاني، كان فرنسا عايزه توجه ضربه عسكريه لانجلترا في عقر دارها، بس الموضوع ده صعب زي ما احنا ذكرنا عشان
طبيعة جغرافية لإنجلترا، وكمان علشان وجود الأسطول القوي الإنجليزي. ففكرت إن هي تعمل يعني ضربة عسكرية بس عن طريق غير مباشر. إزاي بقى؟ فكر نابليون إن هو يوجه ليها الضربة دي خارج أراضيها، إن هو يرسل حملة لغزو مصر. طب إشمعنى مصر بقى بالذات؟ أقول لكم. مصر دي طبعا إحنا الموقع الجغرافي لمصر الموقع متوسط، فهيقدر في الوقت ده عن طريق بقى تحكم مصر طبعا في البحر المتوسط والبحر الأحمر، إن هو يعني هيبقى واقف كده لإنجلترا زي اللقمة في الزور. ليه بقى؟ عشان ما تقدرش توصل لمستعمراتها في الشرق اللي هي فين؟ في الهند. لما هو يسيطر على مصر يقف لها زي اللقمة في الزور، ما تقدرش بقى إيه تبقى حرة الحركة، تروح لمستعمراتها أو تودي تجارة ليها أو ما تبقاش تقدر إن هي تعمل كده هوت. فكده هو هيكبدها طبعا خسائر يعني فادحة، ممكن حتى بدون قتال أو بدون حملات عسكرية أو كده. دي حاجة. الحاجة التانية تسهيل بقى، يعني هو بيصعب عليهم على إنجلترا وبيسهل مرور التجارة الفرنسية عبر مصر، وإن هو يأمن كمان التجارة الفرنسية ضد خطر المماليك اللي إحنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، بدل إيه طريق رأس الرجاء الصالح اللي إحنا قلنا عليه محفوف بالأخطار، إن كان الأسطول الإنجليزي أو تغير المناخ فيه اللي هو الزوابع والأعاصير والكلام ده كله والقراصنة والكلام ده كله. يبقى المحصلة إن إيه العوامل اللي أدت إلى قدوم الحملة الفرنسية على مصر؟ أول حاجة كان التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا، تاني حاجة قيام الثورة الفرنسية وتحالف ملوك أوروبا ضد فرنسا، والحروب النابليونية اللي احنا اتكلمنا عليهم، وفي الاخر طبعا الحروب دي كلها انتهت بانتصار فرنسا. وفرنسا رغبت في توجيه ضرب عسكرية لانجلترا في عقر دارها، بس هي ما قدرتش عشان طبعا تفوق الاسطول الانجليزي. ففكرت ان هي تعمل يعني ايه ضرب عسكرية بس عن طريق غير مباشر، ان هي ايه تحتل مصر، ومنها بقى تبقى واقفة زي ما قلنا زي اللقمة في الزور كده هوت، لان انجلترا ما تقدرش توصل لمستعمراتها او ما يبقاش في حلقه وصل ما بين انجلترا وما بين مستعمراتها في الهند. وكمان الحاجه الاخيره ان هي بتسهل بقى كمان مرور التجاره الفرنسيه وتعمل ليها رواج، لان طبعا هيبقى ليها اتصال بالبحر المتوسط والبحر الاحمر والشرق الاقصى وشرق اسيا، هيبقى في رواج لتجارتها هي، وفي نفس الوقت هتامن تجارتها ومصالحها ضد خطر المماليك. طيب بكده هنكون يعني اتكلمنا يعني في عجالة عن الحملة الفرنسية وقبل ان هي ما تيجي مصر ان شاء الله، ويعني قريب قوي هنكمل الدرس بتاعنا وهنتكلم عن ايه هي احوال المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية. بس انا مش عايز اطول عليكم في الاول طبعا، عايز يبقى يعني الدرس خفيف عشان نقدر احنا نستوعب اللي احنا بنقوله. وان شاء الله باذن الله كل فصل، كل ما هنخلص فصل هنعمل عليه اسئلة، والاسئلة دي هتبقى في مدونة هنحطها تحت يعني في اسفل الفيديو، وكمان عن طريق تقدر نقدر ان احنا نتابع اللي احنا عايزين نقوله، او لو في رسائل او كومنتات او كده بيبقى عن طريق ارسال رسائل، يا اما عن طريق الفيديو، يا اما اللي هي الرسائل بتبقى تحت الفيديو، يا اما الرسائل اللي بتبقى موجوده عن طريق الصفحه بتاعتنا اللي احنا برضه هنحط اللينك بتاعها في يعني في الفيديو ان شاء الله. ارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم، وارجو ان انا اكون يعني افدتكم. طبعا الموضوع لسه في الاول، فان شاء الله يعني لو في اي كومنت، انتوا طبعا زي ما انا بفيدكم انتوا بتفيدوني، فيعني لو في اي حاجه عايزيني ان انا اوصلها لكم بطريقه معينه او كده هو، طبعا يا ريت انكم تساعدوني في كده يعني. تمنياتي ان انتوا تكونوا ان شاء الله يعني فهمتوا وكتبتوا ورايا، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه باذن الله هنقدر ان احنا نتكلم بقى عن أحوال المجتمع المصري قبل الحملة أو قبل وصول الحملة الفرنسية. وإن شاء الله تمنياتي لكم بالنجاح وبالاستيعاب، وأشوفكم بخير بإذن الله. سلام عليكم.